وفيناليتي يعجبو يعيش تجارب ديال الطبيعة والهدوء ويخرج من ستريس ديال الدير. اليوم جيت نكتشف واحد المنطقة زوينة بزاف اللي هي الكافي. أكافاي اللي تتعتبر البوابة ديال جبال الأطلس الكبير، فيها بزاف ديال المنتجعات السياحية بحال هذا اللي جينا ليه مبني بطريقة بسيطة واللي تتماشى مع البيزاج. في هاد البلاصة الناس اللي جاوا يقدروا يتغداو ولا يشربوا أتاي في خيمة اللي تتعطيك إحساس بحال جالس وسط الصحراء. زيد على هاد الشيء عندهم دي زاكتيفيتي بحال الكواد بايكين ولا البوغي. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم السبور اكستريم يقدر يجيو يضربوا دويره ساعه ولا جوج السوايع في وسط الصحراء ديال الكافي. كاينين جمال الدويره ديال ساعه ومع الاشعه ديال الشمس في الكافي تصاور تيطلعوا واعرين. يلا معنا دابا نشوف واحد المنتجع بخصائص لكشوري. من بين الأشياء اللي خلات أكافاي كوجهة سياحية بامتياز عند الأجانب هي ليزيفينمون اللي تتنظم في ليبيفوا. بزاف ديال الأجانب تيجي ويحتفلوا بالعرسات ديالهم ويعيشوا أمسية احتفالية بالتقاليد المغربية كما في حكاية ألف ليلة وليلة. بوابة جبال الأطلس ولا الصحراء ديال أكافاي معروفة بزاف عند الناس ديال الانستغرام. علاش؟ حيت فيها ليكليراج بزاف بالنسبة للناس ديال التصوير، باراديس ديال لي فوتوغراف. تتسمى أكافاي والناس تيجيو ليها من جميع أنحاء العالم، والناس ديال الانستغرام راه عارفين علاش. بهاد لي كولور اللي فيها شوفوا بحال الصحراء، زيد عليها السما زرقاء والشمس اميزين. الناس اللي بغاو يجيو لأكافاي ممكن تدوز لا جورني كلها هنا، دير لي زاكتيفيتي الكواد الجمال تغدا، وكاينه بوسيبيليتي اخرى الا بغيتي ديرها ممكن تجي دوز ليله هنايا. كما تشوفوا في هاد لاطونط هادي راه دوبل ديال جوج الناس. هانتوما كما تشوفوا عندنا واحد لاطونط دو لوكس هنايا وسط ديزير دكافاي. كما قلت لكم الا كتبغي دوز لا نوي مزيانه انوبليابل تجي لهاد لاطونط هادي اللي الاونر ديالها سميتو The original cap. أتمينة مناسبة ممكن تجي دوز واحد الليلة واعرة بزاف.
لا طونط راه فيها لا كليم ديالها وبالضو تشارجي بورطابل عندك بي سي بي تخدم في الانترنت الدوش ديالها هو بالماء السخون والطواليت. حتى الى بغيتي مور برايفيسي ممكن تسد على راسك هنايا بالريدو local très 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 calme. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الوقت باش يمشيو للصحراء ديال مازوكا ولا الصحراء ديال الشقاقة اللي فيها الرملة يجيو لأكافاي تنريكوموندي ليهم يجيو لأكافاي حيت فيها واحد الشروق واحد الغروب زوين بزاف غير اللي ناقصها هو لي دون ديال الرملة. في هذا المكان الاستثنائي وسط الصحراء تحت النجوم ممكن تدوز واحد الليلة تبقى فيها الذكريات أبدية وتعيش واحد المشهد ديال السلام والراحة وتبعد على الطاقة السلبية ويبقى الاتصال ديالك غير مع الطبيعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير هانيا. لاباس الحمد لله. توصلنا معاك اخويا لمراكش الله يحفظك. يلا زين. ما كاين مركب ولا شي كورونا. مرحبا انا وصلك غير حتى للبراش ما ديال الطريق. اش كنتي دير اخويا هنا؟ كنت اخويا تنصور لي فيديو. بغيتي نعيط لك للقايد الدروك. يلا سالي دابا لي فيديو غادي نمشي دابا لمراكش. ايوا شي باش. سالينا من اكافاي حنا غاديين لمراكش. ايوا شي باش سمح كاين عندك يوتيوب؟ كاين يوتيوب. ايوا الشين ديال اليوتيوب هي هادي. ايوا ساندو عاونوا هاد الدري زويب والله مراضة. اخيت زيد نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اكافاي كما شفتوه معايا وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله وما تنساوش ديروا سبسكرايب ابوني ولايك وديروا ليه شير مع اصحابكم شكرا باي باي ثانك يو فور واتشينغ